أهلا بكم. مندوبا عن سمو ولي العهد، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مؤتمر الحوار الوطني الشبابي الثاني الذي تنظمه لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، ويستمر لمدة 3 أيام. من أجل تعزيز دور الشباب وتمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتعرف على القضايا والمشاكل التي تواجههم وتقف عائقا أمام طموحاتهم وبناء مستقبلهم، يأتي مؤتمر الحوار الوطني الشبابي الثاني الذي تعقده لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان في البحر الميت. إن تمكين الشباب وترجمة الاهتمام الملكي بهم يتطلب الوقوف إلى جانبهم للنهوض بدورهم وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة ودعم مبادراتهم وتذليل العقبات التي تعيق مشاركتهم الفاعلة بمختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي الوقت الذي نؤكد فيه أهمية إيلاء شباب الوطن جل الرعاية والاهتمام، إلا أن شبابنا عليهم مسؤوليات كبيرة في ظل ما نواجه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، فعليهم أن يكونوا عونا لجلالة الملك. المؤتمر الذي يأتي ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري يهدف أيضا إلى صقل مهارات الشباب وتوعيتهم ونبذ السلبيات المحيطة بهم. الشباب لهم طموحاتهم وآمالهم في بناء مستقبلهم وتحقيق ذاتهم، يساهمون في كافة مناحي الحياة بقلوب مفتوحة وعزيمة كبيرة، ويؤكد جلالة الملك حفظه الله على النهوض بدورهم وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية. وقد استجاب المشرع الأردني لتوجيهات جلالة الملك المعظم بالتعديلات الدستورية وصدور قانوني الأحزاب والانتخاب بتمكينهم وتحفيزهم. توفير منصة للحوار المباشر مع الشباب لمناقشة قضاياهم ومستقبلهم ووضع خطة عمل تلبي تطلعاتهم هي إحدى الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها. هاي المؤتمرات صراحة بتضيف، تعطينا إلهام، تعطينا تفاؤل، بتخلينا نمشي لقدام بالحياة. بهذا المؤتمر حث الشباب وزاد من الوعي الفكري في العملية الانتخابية لديهم التي ستقام بعد عدة أشهر إن شاء الله. المشاركون من الشباب ثمنوا هذه المبادرة مؤكدين اعتزازهم بالفرص التي أتيحت لهم من خلال القوانين التي تساهم بتفعيل دورهم وتحقيق طموحاتهم. يعني هاي المؤتمرات الآن صرنا نعرف انه في عندنا قوانين نقدر من خلالها ان نبدع ونقدر نصنع قرار، وممكن انه قرارنا يكون مؤثر جدا. نحن الان امام مرحله مهمه لاثبات دورنا كشباب في الانتخابات النيابيه اللي حتصير. والله احنا بتوجيهات جلاله سيدنا اتحونا فرصه مشاركه مثل هيك مؤتمرات لنعرف شو تعريف شو الشباب شو دورهم، وان شاء الله بنكون جاهزين لتقديم برنامج قوي يليق واستقطابات للشباب ونوصل لمجلس البرلمان. المرحلة المقبلة مرحلة مهمة للشباب لتفعيل دورهم السياسي والمشاركة في صنع القرار. من البحر الميت طايل الغرير، التلفزيون الأردني.